النهاردة هنتكلم على آخر example من organic molecules اللي هي النيوكليك أسيدز. خلاص، النيوكليك أسيدز اتفقنا هي والكربوهيدرات والبروتينز واللبيد كلهم عبارة عن ماكرو مولكيول، يعني مولكيول كبيرة بتتكون من مولكيولز كتير صغيرة عاملة بوند مع بعض. طب المولكيول الصغيرة الواحدة منهم بسميها المونيمر. طيب المونيمر بتاع الكربوهيدرات كان اسمه المونوساكرايدز، المونيمر بتاع البروتينز كان اسمه الامينو اسيدز، المونيمر بتاع الفاتس كان اسمه فاتي اسيدز. طب المونيمر بتاع النيوكليك اسيد بقى اسمه ايه؟ اسمه نيوكليوتايدز. خلاص، طب النيوكليوتايد بتتكون من ايه بقى؟ كربون اتوم، هيدروجين اتوم، اكسجين اتوم، نيتروجين اتوم، اند فوسفورس اتوم. بيفكرنا بمين؟ لما كنا بنتكلم في اللابيدز كنا قلنا في نوع من انواع اللابيدز اللي بنسميها الفوسفولابيدز، اللي هو كانت نوع من انواع الكومبلكس لابيدز كان فيها برضو نفس الاتومز دي. طيب نرجع للنيوكليك اسيدز، النيوكليك اسيدز دي موجوده فين؟ موجوده في النيوكليوس في شكل اللي هو ده المرسوم ده اللي بنسميه الكروموزوم. طب الكروموزوم ده عباره عن ايه؟ لو جينا فكينا الكروموزوم خلاص هنلاقيه عباره عن دي ان ايه كويلد حوالين بروتين. طيب الدي ان ايه بقى لو خدت جزء منه اصغر جزء في الدي ان ايه هو اللي اسمه نيوكليوتايد. تمام، طيب النيوكليوتايد بقى بتتكون من كام جزء؟ بتتكون من 3 يونتس. ايه هم 3 يونتس دول؟ اول حاجه الشكل اللي عامل زي الهكساجونال ده اللي بسميه البنتوز شوجر. كلمه بنت او اللي هو اوز يعني شوجر، بنت يعني 5، يعني عباره عن 5 كربون اتومز هنشوفهم دلوقتي. طب الجزء اللي فوق ده اللي هو بسميه الفوسفيت جروب. خلاص، والجزء ده اللي انا بعلمه بالبلو ده اللي هو الفوسفيت جروب. خلاص، طب الجزء اللي فوق التاني اللي على الناحية التانية ده اللي بسميه ايه؟ بسميه نيتروجينس بيز، هنتكلم عنهم دلوقتي حالا. علشان بس نتخيل الكروموزوم والدي ان ايه ايه علاقتهم ببعض، دي هي النيوكليوس. تمام، طب النيوكليوس موجود جواها مين؟ جواها الكروموزومز. لو جيت فكيت الكروموزومز ده عملت له انكويلنج خلاص هلاقيه عباره عن ايه؟ عباره عن ستراندز زي شرايط. دي الستراندز دي لفه حوالين جزء اللي هو الريد ده، الجزء الريد ده بسميه بروتين، بسميه هيستون بروتين. طيب لما الدي ان ايه يلف حوالين بروتين بيعمل لي حاجه اسمها كروماتين، كان نوع ده نوع من انواع البروتينز اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. تمام، طب الدي ان ايه نفسه بقى لما هنيجي نفكه خلاص هنشوف شكله عامل ازاي بقى، الاستراكشر بتاع الدي ان ايه عامل ازاي. اتفقنا المونيمر بتاع الدي ان ايه اسمه ايه؟ اسمه النيوكليوتايد. طب النيوكليوتايد عباره عن ايه؟ عباره عن 3 يونتس. ايه هم بقى 3 يونتس دول؟ شكلهم ايه؟ اول حاجه الجزء في النص ده اللي بسميه البنتوز شوجر، خلاص نوع من انواع الشوجر اللي هو عباره عن 5 كربون اتومز. طب في ايه كمان؟ في على الجنب كده هوريزونتال حاجه اسمها نيتروجينس بيز. تمام، طيب وفوق هنا هتلاقي في حاجه اسمها الفوسفيت جروب. يبقى احنا عندنا كام يونت؟ 3 يونتس. تمام، طيب تعالوا نتكلم على جزء منهم، يونت يونت منهم. اول حاجه البنتوز شوجر، البنتوز شوجر ده عندنا منه نوعين، نوع اسمه دي اوكسي ريبوز ونوع تاني اسمه ريبوز شوجر. يعني ايه دي اوكسي ويعني ايه ريبوز شوجر؟ دي اوكسي دي يعني مينز ريموفال، يعني انا شلت حاجه. اوكسي اللي هي الاكسجين، يعني انا شلت من الشوجر ده اكسجين. خلاص، طب ده بلاقيه موجود في مين؟ بلاقيه في موجود في الدي ان ايه. العكس بقى اللي هو الريبوز شوجر، الريبوز شوجر بيبقى فيه اكسجين عند الكربون اللي هي نمبر 2. طب ده بلاقيه في مين بقى؟ بلاقيه في الار ان ايه. يبقى انا عندي كام نوع من انواع البنتوز شوجر؟ دي اوكسي ريبوز والريبوز شوجر. الدي اوكسي ريبوز بس بيبقى موجود في الدي ان ايه نيوكليوتايد، والريبوز شوجر بيبقى موجود في الار ان ايه نيوكليوتايد. تاني حاجة الفوسفيت، دي ما فيهاش حاجة مختلفة عن بعض. فوسفيت عبارة عن ايه؟ عبارة عن فوسفرس اتوم معاها 4 اكسجين اتومز. خلاص، ماسكة في الكربون نمبر ايه؟ ماسكة في الكربون نمبر 5. لو جينا رقمنا الكربون خلاص هنبدأ من اول هنا اللي هي دي C1 C2 C3 C4 وC5. C5 بقى هي اللي ماسكة في مين؟ اللي في الفوسفيت جروب. تمام،
اخر يونت بقى موجوده هي مين؟ هي النيتروجينس بيز. النيتروجينس بيز دي عندنا منها كام نوع؟ عندنا منها 5 تايبس. طيب هي ماسكه الاول في كاربون نمبر ايه؟ كاربون نمبر 1. تمام. طب ايه هما الفايف تايبس اوف نيتروجينس بيز؟ اول حاجه اسمها ادينين، جوانين، سيتوزين، ثايمين. الفور دول، الفور نيتروجينس بيز دول موجودين جوه الدي ان اي مولكيول. خلاص. طيب زيهم بس هنبدل، بدل الثايمين نحط حاجه اسمها يوراسيل. يوراسيل دي بقى موجوده جوه مين؟ جوه الار ان اي. يعني الار ان اي جواه ادينين برضو، وجوانين برضو، وسيتوزين برضو، وبدل بقى الثايمين هنحط مكانه مين؟ يوراسيل. خلاص. طيب انتم ملاحظين ان احنا كل شويه نجيب سيره دي ان اي وار ان اي، صح؟ يعني في حاجتين كده موجودين جوه النيوكليوس، حاجه اسمها دي ان اي ده اللي انتم عارفينها اللي هي مسؤوله عن الجيناتيك كاركترستكس بتاعت الشخص ده، والار ان اي. طب ايه الفرق ما بين الدي ان اي والار ان اي؟ قبل ما نعرف الفرق ما بين الدي ان اي والار ان اي، انا عايزاكم تتخيلوا الشكل ده اللي هو النيوكليوتايد دي. خلاص. عايزه اشوفها موجوده جوه الدي ان اي في شكل ايه. الاول الدي ان اي بنقول عليه حاجه اسمها دبل هيليكس. يعني ايه دبل هيليكس؟ دبل هيليكس او دبل ستراند، دبل ستراندد يعني عباره عن حاجه عامله زي تو ستراندز، يعني زي شريطين كده لافين كويلد حوالين بعض. خلاص. خارجين من مين؟ خارجين من النيوكليوس زي ما انتم شايفين كده. دي السل اللي من بره، دي هي السل، واللي في النص دي النيوكليوس. النيوكليوس فيها الكروموزومز. لو جينا عملنا انكويلينج يعني فكينا الكروموزوم ده، هنلاقيه عباره عن دي ان اي لافف حوالين البروتين اللي احنا قلنا عليه الهيستون بروتين ده. طب الدي ان اي بقى نفسه عامل ازاي؟ شكله عباره عن دبل هيليكس. خلاص. او دبل ستراندد. طب ادي ستراند وادي ستراند، ده ستراند وده ستراند، لافين حوالين بعض كده. طب لو جينا نفتكر بس شكل النيوكليوتايد، كان في حاجه اسمها فوسفيت جروب، صح؟ طب لو جينا بصينا على الستراند هنلاقي، بص الفوسفيت جروب عباره عن الجزء الصغير ده متشاور عليه هنا، ده الفوسفيت جروب. خلاص. موجود على الستراند نفسه. طب خارج ايه من الستراند؟ حاجات صغيره كده اللي هي لونها براون، اللي هي دي مين بقى؟ هي البنتوز شوجر. يبقى دي لو فوسفيت جروب ده الشوجر، شوجر الشوجر الشوجر. خلاص. اللي هو البنتوز شوجر. خلاص. ده شوجر، ده شوجر. طب خارج منهم ايه بقى؟ خارج منهم الانواع بتاعه النيتروجينس بيز اللي هي هنلاقيها هوريزونتال بالعرض كده. تمام. دايما الجوانين ماسك في السيتوزين، ودايما الادينين ماسك في الثايمين. خلاص. طيب كل البوندز اللي موجوده، انواع البوندز اللي موجوده جوه الدي ان اي كوفالنت بوندز، ما عدا البوند اللي ما بين النص النيوكليوتايد دي والنيوكليوتايد دي، دي ودي، دي ودي، بسميها هيدروجين بوند. خلاص. يبقى البوند الوحيده اللي هيدروجين بوند اللي هي ما بين نيوكليوتايد من الاستراند دي وما بين النيوكليوتايد من الاستراند دي، نفس الحكايه، ما بين النيوكليوتايد اللي في الاستراند دي والنيوكليوتايد اللي في الاستراند دي هيدروجين بوند. تمام. لكن باقي البوندز اللي موجوده في الدي ان اي هي عباره عن كوفالنت بوند. خلاص. البوند الوحيده اللي هيدروجين بوند اللي هي عباره عن ايه؟ ما بين التو نيوكليوتايد، يعني دي نيوكليوتايد ودي نيوكليوتايد، اللي ما بينهم بس هيدروجين بوند، دي البوند الهيدروجين الوحيده. تمام. طيب نرجع بقى نشوف ايه الدي ان اي وايه الار ان اي. الدي ان اي احنا لسه متكلمين عليه من شويه، هو دبل ستراندد. خلاص. او دبل هيليكس، دبل ستراندد، ستراند. خلاص. لكن الار ان اي ده بقى لا، ده بيبقى سينجل ستراندد. سينجل يعني ايه؟ يعني عباره عن ستراند واحد بس، ده الستراند الواحد. هل لافف عليه كويلد عليه ستراند تاني؟ لا. تمام. طيب نتكلم بقى على النيتروجينس بيز. النيتروجينس بيز اللي هو الجزء اللي بالعرض ده. تمام. النيتروجينس بيزز اللي موجوده في الدي ان اي هم مين؟ السيتوزين والجوانين. خلاص. سيتوزين اللي هي لونها بلو، والجوانين اللي هي لونها جرين. لو تلاحظوا ان هما دايما البلو والجرين، بلو والجرين، هما دايما ماسكين مع بعض، يعني السيتوزين والجوانين دايما ماسكين مع بعض. ومين تاني؟ ادينين وثايمين. طب بالنسبه بقى للار ان اي زيه برضو، في سيتوزين وجوانين وادينين ويوراسيل. يبقى يوراسيل ده مكان مين؟ ثايمين.
تمام. يبقى بكده لو جينا نعمل comparison ما بين ال DNA وال RNA هيبقى فيه ما بينهم 3 differences، 3 اختلافات. أول حاجة ال DNA double stranded. double stranded يعني إيه؟ يعني عبارة عن 2 strands، أدي strand وأدي strand لفين حوالين بعض، تمام؟ طب إيه الحاجة التانية؟ طب عكسها بقى ال RNA، ال RNA single stranded. طب تاني حاجة بقى الشجر، الشجر اللي كان في ال DNA بنقول عليه الدي اوكسي ريبوز، لكن هنا الشوجر بتاع الار ان اي بسميه الريبوز شوجر. تالت ديفرنس ما بينهم هو في النيتروجينس بيزس. خلاص الدي ان اي عنده الايه؟ الثايمين، لكن الار ان اي بدل الثايمين عنده يوراسيل، تمام؟ يبقى ده يعتبر تالت ديفرنس. خلاص ده تالت ديفرنس. الدي ان ايه عامل زي البيج بوس، يعني ايه؟ يعني هو اللي بيدي الاوردرز، يعني مثلا هو لو عايز يقول ان الشخص ده هيبقى لون عينه مثلا بني، فهو هيكون جواه كود. خلاص الكود ده بقى مين اللي هينفذه؟ هو مين؟ الار ان ايه. الار ان ايه عشان ينفذ الاوامر بتاعه الدي ان ايه بيعمل بروتينز. خلاص يصنع بروتينز. البروتينز دي هتعمل ايه بقى؟ البروتين ده هيصنع البروتين، خلاص، اللي هيبقى يخلي لون الشخص ده لون عينه مثلا لونها بني. يبقى اللي ادى الاوردر هو الدي ان اي، اللي نفذ الاوردر هو الار ان اي. الار ان اي عشان ينفذ الاوردر بتاعه لازم يعمل ايه؟ يعمل بروتين سينثيسز، يصنع البروتين. طيب نعمل كومباريزن ما بين الدي ان اي. الدي ان اي ابريفيشن لايه؟ لدي اوكسي نيوكليك اسيد. الار ان اي هي اختصار لرايبو نيوكليك اسيد. طب هنقارنهم من كذا بوينت. اول حاجه نوع البنتوز شوجر. في الدي ان اي البنتوز شوجر بنسميه دي اوكسي ريبوز، اللي هو ما فيهوش اكسجين، تمام؟ ما فيهوش اكسجين في الكربون نمبر 2، متشال منها الاكسجين، لكن ده بسميه رايبوز شوجر. طيب في النيتروجينس بيزس زي بعض، ما عدا في مين؟ ما عدا في الثايمين. خلاص الثايمين دي موجوده في الدي ان اي، لكن بدلها موجود اليوراسيل في الار ان اي. الستراندز، عدد الستراندز في الدي ان اي بنقول عليها دبل ستراندد او تو ستراندز، لكن في الار ان اي بنقول عليها سنجل ستراندد، عباره عن شريط واحد بس، تمام؟ اللوكيشن موجوده فين بقى؟ الدي ان اي دايما موجوده في النيوكليوس. في شكل ايه؟ في شكل الكروموزوم اللي احنا رسمناه من شويه ده، تمام؟ لكن الار ان اي علشان نصنع الار ان اي عشان نكونها، بنكونها عن طريق الدي ان اي، خلاص، ببروسس بنسميها الترانسكريبشن. عشان بس تفهموا الجزء ده، الدي ان اي دايما موجود في النيوكليوس. خلاص علشان نكون الار ان اي بنعمل بروسس اسمها ترانسكريبشن. ترانسكريبشن هي عباره عن زي كوبي، يعني انا باخد كوبي من الار ان اي، من الدي ان اي عشان اكون الار ان اي. بعد ما يتكون الار ان اي يخرج بره مين؟ بره النيوكليوس. يعني الار ان اي في الاول بيكون جوه النيوكليوس عشان يتكون، بس يتعمل له كوبي اللي هي ترانسكريبشن، خلاص، وبعد كده بيخرج من النيوكليوس. خلاص يبقى ده كده بالنسبه لللوكيشن. طب الامبورتنس، الاهميه بقى بتاعتهم. اول حاجه الدي ان اي، الدي ان اي بيكاري جينيتك انفورميشن، يعني هو اللي بيدي الاوامر للون العين، للون البشره، لطول الشعر ولونه، للصفات كلها، للكاركترستكس كلها بتاعه الاورجانيزم ده، تمام؟ عشان كده هو بيقول ان هو appearing او مسؤول عن ظهور appearing of the distinctive characters of the living organism. خلاص يعني هو مسؤول عن ظهور الصفات بتاعه living organism. طب علشان يظهر الصفات دي بيدي order لمين؟ للار ان اي، عن طريق ان هو يعمل synthesis لمين؟ للبروتين. فعشان كده هتظهر الجيناتيك traits اللي هي الصفات بتاعه الشخص ده. اخر حاجه المولكيولر ستراكشر، زي ما احنا قلنا الدي ان اي دبل ستراندد، عنده نيتروجينس بيزس اللي هما الاربعه، سيتوزين، جوانين، ادينين، ثايمين، لكن ال RNA single stranded وعبارة عن 4 برضو nitrogenous bases زيه بالظبط، بس هيفرق في مين؟ بدل الثايمين عنده مين؟ يوراسيل. اخر حاجة بس عايزة أأكد عليها، لو أنا قلت ده ال DNA، ده شكل ال DNA اللي احنا عارفينه، خلاص، فين النيوكليتايد في الشكل ده؟ النيوكليتايد هي الجزء ده، تمام؟ أو الجزء ده، أو الجزء ده،
او الجزء ده and so on، كملوا بقى للاخر خلاص. هي نص السلمة مش كلها، لا النص ده بس. هي عبارة عن ايه النيوكليوتايد؟ هي عبارة عن النيتروجينس بيز. طيب نيتروجينس بيز، بنتوز شوجر، والفوسفيت جروب، تمام. يبقى دي كده، دي لوحدها عبارة عن نيوكليوتايد، واللي تحتها دي نيوكليوتايد 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 نيوكليوتايد. ما بين كل نيوكليوتايد او ما بين كل نيتروجينس بيز والتانية في حاجة اسمها هيدروجين بوند. يعني دي نيتروجينس بيز ودي نيتروجينس بيز، البوند اللي ما بينهم هيدروجين بوند. نيتروجينس بيز نيتروجينس بيز، البوند اللي ما بينهم هيدروجين بوند. والنيوكليوتايد هي الجزء اللي احنا بنتعلم عليه ده، اللي عليه ريكتانجل ده. يبقى دي نيوكليوتايد دي نيوكليوتايد دي نيوكليوتايد and so on نيوكليوتايد، وكملوا بقى للآخر.